هاخدكوا بقى في يوم كامل في أكلة سمك متينة، السمك ده احنا اشتريناه ني وسويناه، بس للأسف اليوم ده اتنصب علينا. وهقول لكم بقى كمان ازاي قدرنا نشتري كيلو جمبري من 150 جنيه ل 15 جنيه ومبدئيا بقى يا جماعة المكان ده كله نصب في نصب، ومحتاج اللي يشتري منه يبقى فاهم. بعد صلاة الفجر على طول لبسنا واتحركنا بسرعة عشان نلحق السوق من أوله. اتحركنا على المنشية، ومن المنشية بقى اتجاهنا هيبقى بحري. الطريق طبعا كان فاضي، ووصلنا في رينج ال 5 دقايق. بحري وقت الشروق بيبقى المنظر خطير. المهم بقى احنا هنروح حلقة السمك اللي في بحري، ودي بيطرحها من قبل كده أصلا. وبكده بقى يبقى وصلنا. بصوا يا جماعة احنا وصلنا دلوقتي الحلقة، الدنيا زيطة حرفيا، فتعالوا ناخد لفة بقى كده جوه ونشتري شوية سمك ونشوه، وتعالوا بقى ناكلهم على البحر. فيلا بينا. النصيحة بقى مني هقول لكم عليها، لو ما بتفهموش في السمك ما تروحوش هناك أحسن. حرفيا الدنيا كده شبه ما بيقولوا مردغانة. انت في سوق والناس كلها عايزة تبيع لك وعايزين يضحكوا عليك. الدنيا هناك مش عاطفية خالص، بصوا هي دنيا لوحدها. فانت بتدخل بقى الحلقه من جوه، السمك بيبقى معروض كله قدامك، وتشتري بقى اللي انت وطول عايزه. ما انت هناك بقى هتلاقي طاوله رايحه طاوله جايه، محرات، هتلاقي بصوا شويه اسماك ما غريبه شاء الله، هتلاقوا شويه اسماك هناك تحفه، بس اللي يعرف ينقي. وهتلاقوا برضو هناك شويه اسماك كده غريبه الاطوار، اي حد فيكم يعرف اسماء السمك ده يكتبه في الكومنتات. دي سمكه برضو كان حجمها كبير قوي بس مش عارف اسمها. بصوا انتوا عارفين كرتون نيمو، هتلاقوه بقى هنا على الطبيعه بجد، ده طالع في عالم بحار احنا اصلا ما نعرفش عنه حاجه. ولازم بقى تخلي بالكم عشان في الحلقه دي برضو في اللي بيبيع سمك بايت وفي اللي بيبيع سمك فريش. ولقينا برضو القرش ده، هو مش باين حجمه قد ايه، ده كان بجد حجمه عملاق تقريبا. القرش ده كان عامل فرنج ال 10000 15، وعلى حسب بقى السمك اللي بتلاقيه في الحلقه ده هو اللي بيبقى اصطادوه النهارده. لقينا برضو مجموعه سمك كده عامله شبه البوري، بس حجم بجد بقى مش عملاق، ده ضخم. السمكه اللي على اليمين دي لوحدها اصلا تعدي ال 40 كيلو. وزي ما في سوق جوه الحلقه في سوق برضو بره الحلقه، بس انا بفضل تشتري من اللي جوه، بحسهم نصابين اه، بس مش زي اللي بره يعني، الا من رحم ربي. احنا جبنا بقى جمبري وجمبري غلابه وكابوريا وبوري. وبس كده بقى كنا خلصنا الشوبنج بتاعنا، ويلا بينا بقى ندور على مكان فاتح الساعة 8 الصبح نعرف نسوي فيه. جبنا بتاع 6 كيلو سمك ب 700 جنيه، جبنا بتاع 6 كيلو سمك جمبري بقى وكابوريا وحاجات غريبة. في حاجة بقى مهمة قوي، ان انتوا لو شفتوا جمبري الغلابة ده او الجمبري الكذاب او صراصير البحر اوعوا تشتروا، بيبقى كلها امراض الدنيا واستغفر الله العظيم، يعني هي بتترمى في الزبالة. لسه عارف المعلومة دي دلوقتي للاسف بعد ما اشتريتها واكلتها، علشان كده الراجل قال لنا منها الكيلو ب 150 جنيه لحد ما وصلنا معاه ان احنا خدنا الكيلو ب 15 جنيه. واحنا جبنا كيلو جمبري بلدي قال لنا ب 450، اخدناه ب 350. وجبنا كابوريا قال لنا كيلو ب 150، اخدنا 2 كيلو ونص بال 150. وجبنا كيلو بوري في رينج ال 40. 6 كيلو سمك بقى دول كلهم على بعض عملوا بالظبط بتاع 700 جنيه. مش عارف احنا كده اتضحك علينا اصلا ولا لا. وطلعنا على الساعه 8 عشان نشوي السمك، وطبعا المحلات كلها كانت قافله. بعد تدوير كتير لقينا المكان ده فاتح. عمال نلف البحر كلها عشان نلاقي مكان يشوي لنا السمك دلوقتي الساعه 8 الصبح، مين هيبقى فاتح اصلا يشوي سمك؟ لقينا مكان كده بيعمله ده نص سمك، وقال لي بالظبط ساعه وهناخده منه. تعالوا بقى كده عقبال ما الساعه دي تعدي نقعد على قهوه بلدي في قلب بحري. واستلمنا منه بقى الاوردر بعد ما خلص، اخد بتاع ساعه واخد مننا 150 جنيه. جبنا بقى دلوقتي كده السمك من المكان، ويلا بينا بقى نطلع على البحر ونجربه. واتحركنا بقى من بحري على شاطئ تاني غير شاطئ بحري، لان هو بيبقى دوشه. يلا بينا بقى كده بسرعه ناكل الاكل قبل ما يبقى. تعالوا بقى نطلع الحاجات كلها. جبنا بقى الاكل وقعدنا على الفيو ده، مع اللي يعرف البحر ده ايه يكتب لنا في الكومنتات، هقول لكم على اسم الشاطئ ده في الاخر خالص. بعدين كلها يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي. بصوا اللهم صل على النبي، شكلها تحفه. ده السنجاري على ما اظن، والسمكه السنجاري ده اللي هو الجمبري الغلابه، ده الجمبري. اوبا شكله رهيب، شكله بصوا ما شاء الله الاكل شكله تحفه. يعني نبدا اول حاجه بالسنجاري، بص كده شكلها رهيبه. احنا زودنا طحينه وبابا غنوج اهي، كل ده الطحينه جامده قوي. تعالى يعني ندخل بقى على الكابوريا. ايه ده؟ في حس تحس ما غريب ده بدري مني. هندخل بقى كده على جمبري الغلابه. هندخل بقى على الجمبري، تمسك بقى الجمبري كده الغرقه في الطحينه. جمبري رهيب بجد، مفيش احلى من انت تاكل اكله سمك كده على البحر وعلى البيو ده، حلو قوي. عرفنا معلقه من الناس المحترمه اللي ورانا. تعالوا بقى نجرب الشوربه. تمسك بقى الشوربه كده رهيبه. بس كده بقى يا جماعه ده كان يوم كده سريع كده خفيف، اللي هو بقى يوم كامل بقى تشتري سمك الحلقه وبعد كده تسويه وبعد كده تقعد تاكله. صراحه الموضوع بسيط قوي وممتع قوي. الشاطئ بقى اللي كلكم بتسالوا عليه دلوقتي هو شاطئ الشط. وعامه يا جماعه اسعار الاسماك في الحلقه حاجه غير الاسعار اللي بره اصلا. وبس كده بقى، كان معاكم جو ناصر، سلام.